بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل الدرس الثاني بالنسبة للكي اي سي تي اي سي تي تيرمز. نجي للترم ايميل. ايميل معروف ان ابريفيشن اوف الكترونيك ميل، بريد الكتروني. ريتن مسجز which are transmitted from one user to another via internet. يعني الإنسان بيبعت الرسائل عن طريق الإنترنت من شخص لآخر، والرسائل دي ممكن تكون إيش؟ The messages may include attached files. ممكن تشمل لنا إيش؟ فايلات attached files. طيب اللهم صل عليك يا صاحب الصلاة مرفقة. free email. الفري ايميل سيرفيس ممكن يكون مثلا يعني انا اشترك مجانا في الهوت ميل او الجوجل او ياهو او الجيميل واكسترا. نجي للبلوج. بلوج ان ابريفيشن اوف ويب بلوج، هو اختصار لكلمه ويب بلوج. و از ريجولار ابديت جورنال اور نيوزليتر. Regular may be daily, weekly or monthly. Updated the journal or newsletter. يعني زي كده. In form of a web page. Usually kept by one individual. يعمل شخص واحد لكن بغرض ايش؟ الاستخدام العام. And intended for public consumption. طيب newspaper اختصار ليش؟ North, East, West, South, Past and Present, Events, Reports. طيب ممكن يكون البلوج حقولنا بيعمل شخص واحد للاستخدام العام، أي حد يقرأ. ممكن يكون class blog, a blog in which a group of students participate. شاركوا فيه مجموعة من الطلاب. طيب نجي للترم بودكاست. بودكاست يعني مثلا زي اليوتيوب، هو عبارة عن a method of publishing usually audio files on the internet. Okay, publishing usually audio files and it could also be video files. طيب زي برامج مشاهدة في اليوتيوب دي. A user can subscribe to these files often at no cost. دائما يعني عادي بدون ممكن نشترك نحمل ننزل بدون ما ندفع أي فلوس. And download them to his or her computer and portable listening device such as MP3 player as a tool here. طيب اللهم صل عليك يا حبيب الله. MP3 layer اللي هو القصد منها MBEG layer a name of a file here. ده برنامج بتاع صوت. طيب a type of audio file format, a small portable device used for listening to audio file in compressed format called MB3 player او MB3. لكن في جهاز صغير اسمه MB3 هو بيساعدنا على سماع الأصوات المضغوطة دي. طيب الويب كاس الويب كويست a kind of a quiz to consult the internet. ده بيقوم به المدرس the instructor between the instructor and his student. بيعطيهم واجب كويز ولا كده عشان ايش يمشي يبحثوا عنه في الانترنت. A project which requires learners to use internet resources and websites to find information. يعني يبحثوا عن معلومة معينة. A web quest has four main stages. عنده أربع مراحل. Introduction المقدمة هي اللي بتكون discussion between the instructor and his student. Then the task خلاص كل واحد كل each group بيعرف
topic اللي هيعمل فيه سيرش في الانترنت. بعدها بتيجي process اللي هي العملية بتاعت searching itself. بعدها بيجي evaluation by the teacher or each group can evaluate the other group of, يعني كل students نفسهم to evaluate themselves. نجي لترم CD room. CD room هو الغرفة المضغوطة أو الغرفة المدمج اللي يسمى compact disk, وهي واحد من storage devices, من الوسائل بتاعت التخزين. نخزن بيها المعلومات, نعمل بيها باك اب علشان اعمالنا في الكمبيوتر لاي عطل او حصل دامج او يحصل اي مشكله ما تضيع كل المعلومات عندنا القيمه, فلازم نعمل لها باك اب, نحفظها في ايش, في الستورج ديفايسز such as a CD. السي دي المعروفه الواحد دي اللي هي سيركلر ديسك which can store a range of data such as text, video, audio files or images. او يعني كلمة احنا نقول سي دي روم. روم دي نفسها ايش معناها؟ ده abbreviation معناها read only memory, يعني اذا كان ديسك او اذا كانت البرامج في الجهاز لما نقول ده الروم يعني read only memory, يعني ما we cannot edit, we cannot, ما حنقدر نعمل نضيف ولا نزيد ولا نحذف, دي برامج بيعملها خلاص ثبتت مرة واحدة. حتى في سي ديز ما نقدر ندخل فيها نغير فيها, وفي برامج كمان في الجهاز نفسه جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ما نقدر نغير فيه, دي برامج تشغيلية, تشغيل برامج بيشغل الجهاز نفسه. On the other hand RAM اللي هي abbreviation ل random access memory, هنا أنا أقدر أستفيد من معلومات, I can manipulate, I can edit, add, أعمل delete كده, يعني أعمل أي حاجة زي كده. لكن طبعا دي اشكاليات انها شورت ميموري, مع اي انقطاع للتيار الكهربائي مع اي حاجه حصلت انت هتفقد كل المعلومات, عشان كده دايما بتكون انت بتعمل سيفنج للمعلومات دي, بتحفظ كل مره في الفايلات بتاعتك وزيك, عشان اذا اي حصل انقطاع وانت ما حفظتها you will gonna lose your data or information. طيب اخذنا السي دي روم, نجي للدي في دي. والدي في دي ان ابريفيشن فور ديجيتال فيرستايل ديسك, وهو سيركلر ديسك ويتش لوكس لايك ا سي دي, يعني هو بيشاف نفس الفكره بتاعت السي دي, هو زي السي دي نفسه لكن ايش, بوت كان ستور مور داتا, لكن الكباسيتي بتاعته اكبر في السعه التخزينيه بتاعته اكبر في اني اخزن معلومات اكبر. ايضا انا ممكن استخدم اليو اس بي, هو اسهل وحجمه اصغر وفيه ساعات كمان كبيره جدا جدا, وهو اختصار لايش, يونيفرسال سيريال بوس, برضه فيه ساعات مختلفه يعني تبدا من 2 جيجا وانت ماشي والى ما لا نهايه. طيب نيجي نشوف الابريفيشن الاي VRS, هو Interactive Voice Response System, وده نظام استجابة الصوت الفعالية. والكلام ده دائما بيلقى مثلا إذا حد اتصل على شركة أو شيء زي كده بيكون في أشياء صوت مسجل بيدلنا, مثلا يعني أضغط رقم واحد للتحويل كده, أو أضغط رقم واحد عشان تعرف أنت عايز عبيت رصيدك ولا عايز تعرف معنى الرصيد وإيش, لحد ما يجي في النهاية. ده بيكون مبرمج, أصوات مبرمجة, أعمل كده أفعل كده أعمل كده, ده بسموه إيش الـ IVRS, نظام استجابة الصوت الفعالية. طيب DIVX اللي هو Digital انترنت فيديو اكسس, وده برامج ضغط الافلام والمقاطع الطويلة بملفات ذات حجم صغير, ده بيقلل لنا برامج ده الضغط, تضغط الاشياء الكبيرة تخليها لنا في حجم صغير, وبرضها ما يعني ما القيمة بتاعتها ما بتضيع ابدا, العكس احنا معانا مية افتحها تاني بنستفيد منها بنفس الفكرة. في التدريس
يعني الناس بتحتاج للال سي دي اللي هو بيعرض لنا في شاشة اكبر في السبورة. طيب ده اللي هو بيسموه صوبة ليكويد كريستال ديسبلاي، اللي بيعرض لنا الشاشة، اللي بتعرض لنا اسمه ايش ده، اللهم صل عليك يا اسلام الله، شاشة الكريستال فائقة الدقة دي بتظهر لنا المحتوى من اللابتوب، بتوسع لنا وكده، بتوسع لنا او التليفون بيتوسع لنا في الصورة. ده شيء بنحتاجه اي مدرس في العرض بتاعه لما يحب يعرض مثلا بي 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 فايلز، باوربوينت فايلز، ولا من البودكاست برودكاست اللي هو ممكن مثلا اليوتيوب واشياء زي كده، يبغى يعرض فيلم ولا شيء زي كده، بيحتاج للال سي دي. بكده احنا نكون خلصنا المحاضرة بتاعت التيرمز دي، وده الدرس الثالث او الرابع ما ادري. وهذا وصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي حرس الله.